صباحكم والله بالخير. سباي ديكاب من تايلاند، اليوم تجربة جديدة، أكل الشوارع وحلال، حياكم الله. I want spicy, yeah? I want spicy. Yeah, spicy. And I want chicken. Spicy as well. مثل ما تشوفون طلبت اللي هو الخثاق الحبار، وقلت لها تسوي لي اياه سبايسي، وطلبت بعد الدي اي نفس الشيء، فالحين بجربه وياكم نغطسه في السبايسي. قول بسم الله. لذيذ صراحه. اللي يحب السبايسي راح يعجبه صراحه. موضوع ان السالفه اللي على الجريل صراحه معطيه لذه يعني. جرب الدي اي. الدي اي وايد حلو. تتبيلته تايلانديه صراحه عجيب. وهذه اللي وراي قاعد تضربني بالشنطه في ظهري، ما هي سالفتها. صراحه الدي اي يفوز. ثاني شيء وصل لنا اللي هو سي فود فرايد رايس، جربه الحين وقول لكم رايي. هذا الصوص يجي مع عيش وبيض، وطبعا ميكس سي فود. الزين اللي فيه انه ما حطوا فيه وايد صوص، فطعمه حلو يعني صراحه موزون. العيش مع الخضره مع البيض والسي فود معطي كومبينيشن حلو. طبعا سبايسي. جرب معاكم عندهم طريقه هني اللي هو هيك المانجا الخضراء، تجيك المانجا الخضراء وتغطسها صوص فيش صوص سبايسي. عندكم هذه بعد، عندكم هني بعد مثل البهارات تغطسها في البهارات. اللي يحب السبايسي راح يعجبه صراحه. كومبينيشن حامض مع مالح شيء عجيب صراحه. رطوبة اليوم مع الأكل الحار، شوفوا العرق شلون. الحين قاعد بجرب هو الكونسبت ياباني، هو طبعا دابلينجز، راح نجربه الحين حلال. طبعاً هذا مثل ما تدرون كونسبت ياباني، دامبلينجز، في واحد فيه ربيان داخله ودي اي وخضرة. جرب الحين غطسة في الهوت صوص. حلو. طبعا
طبعا الدامبلينجز دائما يسوونه ستيمد يعني، يا ان على البخار يعني يسوونه. ربيان عجيب. طبعا هاي اللي يجيب الخضرة مغصة في السوس. بسم الله. صراحة الخضرة ما عجبتني، بس الدياي والشرم صراحة عجبني. هاي عصير قصب السكر، عندهم المشينة هني يمررون قصب السكر فيه وينزلون منه العصير ويديك بارد وبيحطونه في الثلج. قول بسم الله. 10/10. اللي بعده من لستة مطاعم الحلال جبت لكم اليوم مطعم محسن الإيراني، حياكم وأريكم. طبعاً كلكم تعرفون المطاعم الإيرانية مشهورة بالكباب، وعندهم خوش عيش، العيش طبعاً اللي دائماً يجيك بالزعفران وعليه رمان. راح أطلب طلبات إن شاء الله حلوة راح تنول إعجابكم. طبعاً وصل الأكل، تشوفون عيش مع زعفران وفوقه زرشك، حطونها دائماً عادةً فوق العيش. نجرب الكفتة، نقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة حلوة جوسي، جربها مع العيش. هذه نقول لها يا سلام يا سلام، صراحة حلوة. جرب شوي من الروب. طبعا هاي حكوكة محكاكة اللي تحت في الجدر، مشهورين فيها الإيرانيين. كريسبي على كيفكم. ناخذ كباب، نحط شوي عليه روب. كباب حلو صراحة، تارك جوسي حلو يعني، مو بيابس. نعطيها شوية دوب. هاي اللبن الإيراني طبعاً تلاقونه حامض شوي، نعناع زيادة فيه، ومن أسرار الدوغ ترى يحطون فيه اللي هو تعرفون الماء الغازي البيريه، عادةً يحطون فيه هالشيء. ناخذ شوي من الطماط المشوي. صراحة خيار موفق أنك أنت لو حابب تاكل أكل حلال وفي تايلاند، جي مطعم محسن الإيراني، كانت تجربة جيدة صراحة. We'll be right back.